ايش عندك شوي؟ استضافة الطلاب من معهد اعالي اعلى لاصول الدين في جامعه زيتون التونيه، يحبون يطلعوا على ثقافه الجلبه ويطلعوا على حضارتها. ومن مكونات الثقافة والحضارة الجلبية هي هذه الغريبة هذه، حبينا نطلعوا عليها. وجاء طلب منكم انتم فاستقبلتوا بسعادة وشكرا لكم على هذا الاستقبال الطيب. انا هون يخذوهم الكل، وهم شو هذوما؟ هذوما عادة، هذوما كانوا معناها ذهب. العبد وقت اللي يجيب صغير وليد ولا بنية يعمل ينظم ميموار، يقول لا على ميموار معناها حتى الدات دو نيسونس نتاع لونفون وقت يتوالد وكل شيء. او لا واحد وقت عزيز وبوه امه وجده يتوفى يحط له اسمه، فما كلمه معناها يباركوا بالدورات، يحط له اسمه ويعلق هنا. باش علاش؟ خاطر هوني لداخل عندنا من اقدم دورات براتيكمون في العالم، الدورات اللي عندنا لداخل معناها موجوده عندنا تنوري لك عندنا 300 عام تنوريات مكتوبه باليد. هوني في جربه لوندروا يونيك او موند اللي الدورات تكتب باليد، اللي يكتبها يقعد عام باش يكتبها الدورات. هي خمسه فيها 5 بارتي للدورات، يقعد عام كامل. وكل يوم يلزم يغطس روحه في بحر ولا في الماء مسخون باش يكتبها، خاطر يلزم يكون سا، يكون سا، سي تري امبورتون. الور سي بور سا اوتو تشوفوا انتم حتى الناس الكل اللي تجي سواء سواح ولا مسلمين ولا يعملوا دي فو، يكتبوا دي فو ويعلقوهم هنا، يعلقوهم هنا. معناها خاطر البلاصه هذه اقدم بلاصه في المعبد الغريبه، معناها نقولوا هذه هي البلاصه، معناها الصلاه بيت الصلاه لبنا توني. سي بور سا نحيوا الصبابط على خاطر المقام هذا مقدس، لازم فوالا لازم تنحي صبات على خاطر ما تعرف صبات في. احنا نقولوا علاش تنحي صبات؟ هو على الهيجين. الشيخ صاحب الفيديو من جمعة زعما باي في باريس، وكنت معاهم جمعية أخرى اللي نحبسوا في خضم هذه الزيارة. هذه زيارة تشرفوا بها زيارة الوفد من الجامعة الزيتونية إلى جزيرة جربة. هما جاوا واتصلوا بنا كجمعية الجمعية القرآنية والتنسيق مع جمعية التنسيق الثقافي في عجيب، على اساس انه باش نستقبلوا هالوليدات والمولدينات اللي هما طلبه في ماجستير ما شاء الله، باش في مادة تقرب الاديان او تعايش الاديان. طبعا في جربة اذا كان نحبوا حتى في صلب الاسلام بيدو، طبعا المذهب الاباضي ب معناها معالمه ومكتباته بكل ما يخص معناها القيمة نتاعو. ثم أيضا ديانة أخرى اللي هي ديانة اليهودية والتعايش الموجود في الجربة بين اليهودية والإسلام. فكانت الزيارة هنا واحدة في الغريبة، وأنا في مكان في الغريبة يعني نزول نتاع الغريبة. ونشكر طبعا مازلنا في الدينة، عملنا الزيارة للمتحف، متحف السيدي الزيتوني في السوق، ثم زيارة الشيخ مكتب الشيخ سالم، ثم هوني في الغريبة وأعطانا بسطة كبيرة في سي روني طرابلسي مشكور، وعملنا حتى تشرفوا معنا ربي يبارككم. كما شفت جاو ديزونيفرسيتير معناها طلبة زيتونيين أكثر من 30 طالب جاو يزوروا في جربة، ومن تو في البروجرام تاعهم باش يجيو لقريبة، وهم يخدموا على التقارن معناها التقارن ما بين الديانات. وكيف تشوف معناها في الغريبة فرحنا بهم، وفسرنا لهم معناها التاريخ نتاع الغريبة والتاريخ وكيفاش تطبيق الديانات هوني في ما بين الديانة اليهودية والإسلامية. فريمون انا فرحت برشا سورتو بالحب، معناها باش يحبوا يتعرفوا سورتو برشا، عندهم برشا سؤالات اللي هما ما كانش يعرفوا تاريخ اليهود. هوني عندهم اكثر من 2600 عام، والسورتو التعايش مع اخواننا المسلمين سورتو هنا في جربة. كما الناس الكل تعرف جربة هوني التعايش معناها ارض السلام والتعايش والمحبة، وسورتو معناها الناس باش تعيش مع بعضها، مسلمين ويهود وخيان ويخدموا بعضهم
يطبقوا في الديانه نتاعهم بكل فاسيليتي وكل يعني حاجه باهيه، حاجه باهيه اللي يجيونا ديزونيفرسيتير هوني واحنا مرحبا بهم، وصرتوا في الوقت هذه معناها حاجه حلوه برشا، وان شاء الله فما دي بروجي يحبوا يعملوه هوني كما دي كونغري على على تقارب الديانات بين الدين الاسلامي والدين اليهودي، وان شاء الله وان شاء الله يعاودوا يرجعوا هوني ونعاودوا نفرحوا.